على سبيل المثال خلونا نختار معاكم الهدف. في البداية بإمكاننا اختيار الفضة، البلاتينيوم، الحديد، العروق الذهب، كنوز الذهب، بالإضافة للذهب الخام، الأحجار الكريمة، الألماس، النحاس، وأيضا الفراغات والبرونز. السلام عليكم أخواننا الكرام، معكم المهندس عامر من شركة جولدن ديكتور الوكيل الحصري لكبرى المصانع العالمية لبيع أجهزة كشف الذهب والكنوز والدفائن والمياه الجوفية وأيضا الأنظمة الأمنية. واليوم رجعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم دائما بتوفير وطرح أقوى وأفضل أجهزة لكشف الكنوز والدفائن والذهب. نستعرض معكم الجهاز الأفضل على الإطلاق، جهاز الإنفينيتي ماكس برو، الجهاز الأول اللي يدعم 12 نظام لكشف جميع الأهداف مثل الكنوز والدفائن والفراغات والمياه الجوفية، بالإضافة إلى الأحجار الكريمة والألماس. الجهاز يعتبر محطة بحث كاملة لتحديد الأهداف ومواقع الأهداف بشكل عالي الدقة. والحين بهذا الفيديو رح نستعرض معاكم الجهاز والأنظمة اللي يشتغل عليها والإكسسوارات اللي تجي مع الجهاز، خليكم معنا. في البداية خلونا نستعرض معاكم القطع والإكسسوارات اللي تجي مع الجهاز. في البداية بنلاحظ الوحدة الرئيسية الخاصة بالجهاز الإنفينيتي ماكس برو اللي بتدعم جميع اللغات العالمية ومن ضمنها اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وأيضا أنتينا عدد 2 قابل للتمدد نستخدمها عند استخدام النظام الاستشعاري بعيد المدى. وحدة الـ VST الموضح أمامكم مزودة بضوء LED للدلالة على نوع الهدف، اللي نستخدمها بالنظام البث المباشر والنظام تحديد نقطة الصفر للهدف، بالإضافة إلى الكيبلات والمجسات الأرضية الخاصة بالبحث بالنظام الجيوفيزيائي واللي بيتميز فيه الجهاز كأفضل نظام للبحث. وأيضا لدينا وحدة الـ IMTU اللي بتشغلنا الأنظمة الاستشعارية بعيدة المدى، واللي بتوفر للمنقب بحث يصل مدى الأمامي لغاية 3000 متر و50 متر تحت باطن الأرض، بالإضافة إلى علبة الإكسسوارات اللي تجي مع الجهاز مثل الشاحن الخاص بجهاز الإنفينيتي ماكس برو، وأيضا لدينا سماعات رأس للتركيز على الأهداف، بالإضافة إلى تابلت لعرض النتائج بطريقة 3D، وأيضا لدينا الصحون الخاصة بجهاز الإنفينيتي ماكس برو. في البداية الصحن الكبير الخاص بالقطع كبيرة الحجم واللي بيتميز بأنه بيشتغل على نظام الحث النبضي المشهور بحساسيته العالية على الأهداف كبيرة الحجم، بالإضافة للصحن الصغير بقياس 28 المخصص للأهداف صغيرة الحجم، وأيضا لدينا القرص الوسط الخاص بالقطع كبيرة الحجم ومتوسط الحجم، وأيضا بالإضافة للمقبض الخاص بحمل الجهاز وتثبيت الأطباق، وأيضا لدينا كتالوج استخدام الجهاز باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وأخيرا المجس MGS60 للتصوير ثلاثي الأبعاد والمشهور بحساسيته العالية بشكل فعال. طبعا هذه القطع والإكسسوارات اللي تجي مع الجهاز، بالإضافة إلى بطاقة الضمان الذهبية الخاصة بشركة جولدن ديكتور اللي بتتميز بأنها بتدعم التدريب طوال فترة الضمان، وبيكون جميع معلومات العميل موجودة على هذه البطاقة. خليكم معنا نشغل الجهاز ونتعرف على الأنظمة الخاصة بجهاز الإنفينيتي ماكس برو. وبعد ما قمنا بتشغيل الجهاز نستعرض معاكم الأنظمة اللي يدعمها جهاز الإنفينيتي ماكس برو. في البداية نظام مسح الأرض أو التصوير ثلاثي الأبعاد اللي بيوفر للمنقب تحديد شكل وعمق وحجم الهدف تحت باطن الأرض بشكل ثلاثي الأبعاد، بيكون مزود مع جهاز التابلت. وأيضا لدينا نظام خاص لكشف الفراغات ومداخل هذه الفراغات، وهذا النظام مهم جدا من أجل تحديد المدخل المؤدي إلى الكنوز والدفائن، بالإضافة للنظام المهم جدا واللي بيتميز فيه جهاز الإنفينيتي ماكس برو، وهو النظام الجيوفيزيائي اللي بنقدر من خلاله البحث عن الكنوز والفراغات بالإضافة للمياه الجوفية. وأيضا لدينا نظام بعيد المدى الأوتوماتيكي بيعطينا تقرير مفصل عن جميع الأهداف الموجودة في المنطقة، بالإضافة لنظام بعيد المدى قابل للضبط بإمكاننا اختيار تردد خاص للهدف المراد البحث عنه، وأيضا نظام بعيد المدى اليدوي اللي بيمكننا من اختيار نوع الهدف على سبيل المثال الكنوز، الأحجار الكريمة، الألماس، وعزل جميع الأهداف الأخرى والتركيز فقط على الهدف المختار واللي بيوصل لغاية 3000 متر. وأيضا لدينا النظام الأيونيك الخاص بالبحث عن الإشارات الأيونية الصادرة من الأهداف والفراغات الموجودة تحت باطن الأرض لفترات طويلة من الزمن، بالإضافة للنظام
البيونيك المخصص لكشف الأهداف المشابهة الموجودة في المنطقة الموجودين فيها. وأيضا لدينا نظام مهم جدا ومميز للغاية وهو النظام المسح المباشر اللي بيوفر للمنقب تحديد الأهداف بشكل سريع للغاية أثناء عملية البحث دون الحاجة لإجراء عملية التحليل ثلاثي الأبعاد عليها. وأيضا لدينا نظام خاص لتحديد نقطة الصفر للهدف، وهذا النظام من أهم الأنظمة الموجودة بالجهاز اللي بيحدد للمنقب أين يقع مكان وجود الهدف بشكل دقيق، بالإضافة للنظام الحث النبضي اللي يشتغل على الصحن الكبير الخاص بالبحث عن الأهداف كبيرة الحجم، وأخيرا نظام الكشف الذكي المخصص لكشف الأهداف عن طريق الأطباق الخاصة بالجهاز، الطبق المتوسط والطبق الصغير اللي تشتغل بالنظام الـ VLF الخاصة بالبحث عن الأهداف صغيرة الحجم ومتوسطة الحجم. والحين خلينا ننتقل معاكم لإعدادات الجهاز باستعراضها. في البداية خيار توفير الطاقة للحصول على عمر أكبر للبطارية أثناء الاستخدام، بالإضافة لخيارات التعديل على الوقت والتاريخ على حسب الرغبة. وأيضا لدينا ضبط كلمة السر الخاصة بالجهاز، طبعا الجهاز يطلب منك كلمة السر عند تشغيل الجهاز فقط، بإمكاننا إبقاء هذه الإعدادات أو تغييرها أو إيقافها بشكل كامل. وأيضا لدينا إعدادات ضبط المصنع، مسح الذاكرة، إعادة ضبط المصنع للحالة الأساسية، وأيضا إعادة تعيين جميع الإعدادات الخاصة بالجهاز للحالة الافتراضية، بالإضافة للخيارات الخاصة بالتحكم بإضاءة شاشة الجهاز ووضع الاستعداد، بالإضافة لخيارات اللغة. ومثل ما ذكرنا سابقا الجهاز بيدعم جميع اللغات العالمية ومن ضمنها اللغة العربية واللغة الإنجليزية. وأخيرا وليس آخرا خيارات الصوت الخاصة بالجهاز أثناء البحث أثناء استخدام الجهاز. وأخيرا لدينا المعلومات المصنعية الخاصة بجهاز الانفينيتي ماكس برو، مثل الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز. من أهم الأنظمة الخاصة بعملية البحث عن الكنوز والدفائن والذهب في الأماكن المفتوحة والأماكن الواسعة هي الأنظمة الاستشعارية بعيدة المدى اللي تشتغل عن طريق الحساس الـ IMTU الخاص بجهاز الانفينيتي ماكس برو. في البداية خلونا نستعرض معاكم نظام بعيد المدى الأوتوماتيكي. في البداية نقوم بضبط المسافة الأمامية المراد البحث فيها واللي بتوصل لغاية 3000 متر، وأيضا نقوم بتحديد العمق الخاص بعملية البحث، وبهذا النظام الجهاز بيوصل لغاية 100 متر تحت باطن الأرض، ومن ثم نقوم بالضغط على زر أوكي لبدء عملية البحث. الجهاز يجب توجيهه مثل واضح أمامنا للاتجاه الأيمن. الجهاز في هذه الحالة يقوم بقراءة جميع الأهداف الموجودة على الجانب الأيمن، ومن ثم نقوم بالتوجه إلى الجهة المعاكسة لقراءة الأهداف الموجودة في المنطقة، وتكون حركة البحث بطيئة نوعا ما مثل واضح أمامنا لحين انتهاء الجهاز من عملية البحث. عند الانتهاء من عملية البحث يظهر لنا تقرير مفصل عن جميع الأهداف الموجودة في المنطقة، مثل الذهب، الفضة، الحديد، الألماس بنسب مئوية. بهذه الحالة نعرف أن المكان الموجودين فيه غني بالأهداف مثل الكنوز، الذهب، الفضة، الألماس، أو نقوم بالانتقال إلى مكان آخر على حسب التقرير الموجود لدينا على هذا النظام. أما بالنسبة للنظام بعيد المدى اليدوي نقوم باختيار النظام. هذا النظام يمكننا من اختيار هدف المطلوب البحث عنه، ومن ثم الجهاز بشكل أوتوماتيكي من دون تدخل يقوم بعزل جميع الأهداف الأخرى والتركيز فقط على الهدف المختار. على سبيل المثال خلونا نختار معاكم الهدف. في البداية بإمكاننا اختيار الفضة، البلاتينيوم، الحديد، العروق الذهب، كنوز الذهب بالإضافة للذهب الخام، الأحجار الكريمة، الألماس، النحاس، وأيضا الفراغات والبرونز. نختار كنوز الذهب، ومن ثم نقوم بتحديد المسافة الأمامية المراد البحث فيها على حسب الرغبة، بإمكاننا تخفيض أو زيادة هذه القيمة، والحد الأقصى بهذا النظام 3000 متر مربع، ومن ثم نقوم بتحديد عمق عملية البحث واللي بتوصل كحد أقصى لغاية 50 متر، بإمكاننا تعديل هذه القيم على حسب الرغبة.
ومن ثم نقوم بالضغط على زر أوكي لبدء عملية البحث. تظهر لدينا بعض المؤشرات الخاصة بعملية البحث من استخدام النظام الاستشعاري بعيد المدى، المؤشر الدال على البوصلة والاتجاهات، مؤشر تحرك الأنتينات نحو جهة اليمين أو جهة اليسار، ومؤشر معايرة الجهاز مع سطح الأرض. طبعا يجب فتح القفل الموجود أعلى الوحدة الرئيسية مثل ما واضح أمامنا من أجل تحرير النظام الاستشعاري، وفي حال التقاط هدف ما النظام الاستشعاري بتوجه نحوه بيعطينا تنبيه مثل ما واضح أمامنا بالصوت، وأيضا بتغير حركة المؤشر على شاشة الجهاز حتى الوصول إلى الهدف بشكل دقيق. والحين ننتقل معاكم للنظام اللي يتميز فيه جهاز الانفينيتي ماكس برو عن باقي الأجهزة بشكل عام، نظام الجيوفيزيائي. نختار معاكم النظام لنشاهد معاكم الأهداف الممكن اختيارها بهذا النظام. في البداية الذهب، البرونز، الفضة، المياه الجوفية أيضا، الحديد والفراغات والنحاس. يبدأ عمل هذا النظام بإرسال إشارة كهربائية بين المجس الأول إلى المجس الثاني وقراءة جميع الأهداف الموجودة في المنطقة، ومن ثم إعطاء تقرير ومعلومات عن هذه الأهداف. أما بالنسبة للنظام التصويري ثلاثي الأبعاد، خلونا نختار معاكم النظام ونشاهد الإعدادات الخاصة بهذا النظام. بإمكاننا اختيار التابلت اللوحي المزود مع الجهاز لعرض النتائج، أو اختيار الجهاز شاشة الجهاز. خلونا نختار شاشة الجهاز لمشاهدة الإعدادات. بإمكاننا ضبط نمط التقاط الصور إما بشكل يدوي عن طريق الضغط على الزر الموجود أسفل الوحدة الرئيسية، أو بشكل أوتوماتيكي من قبل الجهاز. اختيار كيفية التحكم بالتصوير إما بخطوط متوازية أو خطوط متعرجة زيكزاك مثل المواضح أمامنا، ويفضل اختيار النمط المناسب للمكان الموجودين فيه، ومن ثم نقوم بتحديد خطوات أو عدد خطوط العرض وعدد خطوط الطول على حسب المكان الموجودين فيه. على سبيل المثال 3 خطوط بالعرض و 3 عمليات تصوير، ومن ثم نقوم باختيار نقطة البداية إما من جهة اليمين أو جهة اليسار، وأخيرا نقوم بالضغط على زر أوكي لبدء عملية التصوير. خليكم معنا نشاهد كيف نقوم بعملية التصوير وكيف نختار المسافة المطلوبة على حسب المكان الموجودين فيه. والحين خلينا ننتقل معاكم لكيفية إجراء عملية التصوير الأرضي باستخدام النظام التصويري ثلاثي الأبعاد. في البداية يجب تقسيم المنطقة إلى خطوط عرض وخطوط طول على حسب المكان الموجودين فيه، ومن ثم إبقاء مسافات ثابتة أثناء عمليات التصوير لنهاية عملية البحث، ومن ثم نقوم بوضع الحساس على بعد من سطح الأرض بمقدار 30 سنتي ونبدأ بعملية التصوير مثل مواضح أمامنا. في كل خطوة بإمكاننا وضع النمط التلقائي، الجهاز بشكل تلقائي يلتقط الصور، أو عن طريق الزر الموجود أسفل الوحدة الرئيسية عند التقدم للأمام نقوم بالضغط عليها وإجراء عملية التصوير. خلونا نصور معاكم المكان ومن ثم نرجع لنعرض النتيجة وكيفية إجراء عملية التحليل عليها. وعند الانتهاء من عملية التصوير نقوم بحفظ هذه الصورة لإجراء عملية التحليل عليها. خليكم معنا. بعد الانتهاء من عملية التصوير تظهر لدينا صورة ثلاثية الأبعاد بتوضح لنا جميع الأهداف الموجودة في المنطقة، سواء كانت هذه الأهداف فراغات أو معادن أو تربة طبيعية. وطبعا هناك دلالة على كل هدف بلون مختلف مثل ما واضح أمامنا، اللون الأزرق بهذا المكان الداكن هو دليل على وجود الفراغات، وأيضا لدينا اللون الأخضر بهذا المكان الدال على وجود التربة الطبيعية، بالإضافة إلى لون المعادن المميز باللون الأحمر مثل واضح أمامنا. وبإمكاننا أيضا فلترة الإشارات الخاطئة للتركيز فقط على الأهداف الموجودة الحقيقية في المكان، وأيضا بإمكاننا اختيار وتحديد العمق بشكل سهل وعالي الدقة عن طريق الضغط على الزر الخاص بإظهار العمق، بيظهر لنا عمق الأهداف
بشكل فعال. طبعا كانت هذه مراجعة مختصرة لجهاز الانفينيتي ماكس برو، افضل جهاز لحد الان لكشف الكنوز والدفائن والذهب والمياه الجوفية. للطلب والاستفسار الرجاء التواصل، الارقام الظاهرة اسفل الشاشة. كان معكم المهندس عامر، شكرا لكم على حسن المتابعة.